السلام عليكم يا شباب. ده سراديب اللي تحت الارض او المدينه الاثريه اللي بيقال عليها اللي هي دفن الطور المقدس. هنبدا ننزل واحده واحده مع بعض اهيت. تمام، جدار منطقه سراديب تور الجبل، احنا نزلنا على السكن. ده الجدار الاصلي، جدار برضه ترميم. السقف ده معمول عمله الدكتور سامي جبر، لان ما كانش في سقف فوق. طبعا تمام، هو اللي عامل ده، هو اللي عامل ده في الترميمات. الدكتور سامي جبر هو اللي بدا اول حفريات هنا. هو اللي بدا اكتشف السراديب. ده بدايه السراديب يا شباب. دي مدينه اثريه، تمام، كانت في حقبه زمنيه معينه، وتم استخدام المدينه دي في الدفن الطور المقدس. الله اعلم المدينه دي قبل كده كانت معيشه او كانت اصلا دفن في حقبه زمنيه معينه، وتم استخدام الحقب متتاوله او الحقب اللي بعديها استخدامها في الدفن. احنا ما عندناش علم، عندنا علم لحد دلوقتي اللي هي مدينه او مقابر او سراديب للطيور المقدسه او الطيور المحنطه. ده رقم واحد، أو مصر القديم عموما، تمام. وبعد كده اخذوه اليونانيين والرومانيين في الدفن، استخدموه في الدفن، سواء في بعض اللي احنا عرضناها قبل كده في الاسكندريه في كوم الشقافه، عرضنا الموضوع ده. اللي اخذ الطريقه دي في البناء في الدفن هم اليونان والرومان قبل 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 المصر، يعني بعد المصر القديم على طول اخذوا منه الموضوع ده في دفن الجبانات عموما. ده بالنسبه لسراديب ده سراديب الطيور المحنطه. الطيور هنا ايه؟ طائر الايبس وجرد البابون. تمام، في انواع ثانيه كتير. طائر الايبس وقرد البابون وايه تاني؟ في خلفان وفي معيز وفي بقر لا خلاص ماشي. طب كم سرداب موجود المفروض؟ هما هنا في اربع شوارع، A و B و C و D. اربع شوارع، عند شارع منهم A A و B C D و C. الامان اللي احنا فيه اللي هو C، اللي هو الامان. كل 3 متر هتلاقي شارع اليمين وشارع الشمال، بس تمام كلنا عشان ما حدش يخش جوه ويتوه. ده الشارع الامان، في 36 شارع، 36 شارع متفرع منهم 1010 شارع. 1010 شارع. طبعا مكتشف السراديب دي العالم المصري الدكتور سامي جبره سنه 1934. تمام. والاماكن دي اماكن لدفن الطيور والحيوانات. تمام. لا غير، هنا ما فيش غير بني ادم واحد اللي هو في اخر الشارع اللي احنا فيه ده. ايه بقى البني ادم اللي هو؟ الكاهن عنخ حور. عنخ حور يعني حورس الحي. حورس الحي، ايوه مظبوط. طب هنقدر نخش مقبرته؟ طب تمام. ده شباب السراديب او المدينه اللي كانت تقال انها مدينه، الله اعلم هل سكنيه او مدينه متكامله. دي مدينه لجبانات، جبانه لدفن الطيور فقط لا غير، مساحتها 50 فدان. ايوه ماشي، ما هو كان يقال ان في العهد المعين كانت الله اعلم سكنيه او حاجه زي كده، فاحنا مش عارفين ان هي كانت اصلا سكنيه في الاول ولا لا. هي مكان ممكن، هل استخدمت من قبل ما انا بقول لك ما قبل التاريخ، ما قبل لان النحت مش يعني والعمر الزمني الفتره الزمنيه ما تقولش ان هو كان من فتره اليونان والرومان. ما قبلهم. بس اللي عمل الفتحات دي والمقبره اليونان والرومان. الفتحات والدفن نفسه اليونان والرومان. هنا على فكره حتى برضه هنا ما فيش دفن ثابت في اتجاهات معينه. عندنا 3 انواع من التوابيت، تابوت فخاري، تابوت حجري، تابوت خشبي. تمام. التابوت الفخاري ده كان بتاع الفجرة لعامة الشعب. اي حد من عامة الشعب كان يجيب الطائر يحطه في التابوت ويقفل عليه وينزل يسجله في السجلات. تمام. ويدفنه في الشوارع الجانبية، لان الفجرة كانوا بيدفنوا في الجانبية. ايوه. الحجري ده كان بتاع الفئة المتوسطة. تمام. برضه كانوا بيحطوا الطائر ويقفل عليه وينزل يسجله في السجلات. تمام. خشبي ده كان بتاع الاغنياء، لان هو كان مستورد بيجي من بلاد بونتو من الصومال. تمام. وكان بيدفن فيه جرد البابون. تمام. الله ينور على المعلومات. اتفضل. طبعا احنا في حتى في دفن الطيور يعني كده الدفن لدى البني ادمين عادي في مصر القديم كان ليه في 3 انواع، عامه الشعب والفقراء وعليه القوم. وهنا دفن المصاطب هو كان للنبلاء وعليه القوم، ودفن عامه الشعب والفقراء كان لهم دفن معين، هو في التابوت الفخاري برضه نفس القصه انه ما كانش بيحتوي على اي شيء. حتى في الطيور عندهم نفس القصه برضه، كانت لعامه الشعب او كانت للفقراء او كانت لعلية القوم. طبعا التابوت الفخاري كان مقدر بحوالي 2.5 مليون تابوت فخاري. 2.5 مليون تابوت فخاري نفس النوعيه، كلها حيوانات محنطه. طيور وحيوانات. ده للفقراء، دفن الفقراء.
طب اجمالي عدد التوابيت الحجريه مفيش، ما لهاش اجمالي عدد طبعا. شكل الفقراء في كل الزمن كانوا ياما. يعني حتى ايامهم كان الفقراء ياما برضه. هي كانت بتضم المقبره دي، كانت بتجيلها من الفيوم لغايه الوادي والحاجات دي. اه طبعا ايوه، عشان دي كانت المقاطعه الرئيسيه. اه بالظبط. احنا ماشيين تحت الارض في ايه؟ في تونة الجبل. حوالي 7 متر. 7 متر تحت الارض. عايز اقول لك الاكسجين حلو والله تحت برضه. مش زي المناطق التانية. ده شباب تونة الجبل، المدينة الاثرية اللي تحت الارض، واللي هي لصحنات الطيور. طبعا كل ده شوارع موجودة ودفن الطيور كلها موجودة. مفيش غير هنا كان واحد عايش بس، واللي هو دفن فيها بس دفن اشخاص، واللي هو الكاهن المسؤول عن المنطقة دي. تمام كده؟ نتكلم عنه هناك. ودي هنروح له هناك ونتكلم عنه بعيدا عن الموضوع نفسه. احنا لحد الاخر اهو كده زي ما احنا، هنوصل معاك لحد الاخر مدينة اثرية، وهنوصل عند الجبانة ونحكي ونشرح عنها او نشوف ايه اللي لنا معلومات عنها ونتكلم عنها.